وكما ورد في عناوين الأخبار، فإن تقييم تقرير دراسة حالة العاملات بالمنازل والمتسولات هو محور الورشة التي ترأس انطلاقتها اليوم ببكرة المدير العام لوزارة التخطيط. المناسبة شهدت حضور ممثلي منظمة الأمم المتحدة للسكان وجامعة أنجمينا وبعض الشخصيات المرجعية. تقرير عائشة أحمد دوقي. الاستنتاج من البحوث العلمية والتي توضع على ضوء الدراسات تفيد في تغيير نمط السكان من حالة إلى أخرى. هذه الورشة جاءت لتقييم واعتماد التقرير المعد حول ظروف حياة المواطنين، خصوصا العاملات في المنازل وكذا المتسولات في العاصمة أنجمينا. قد عمل على تنظيم هذه الورشة قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أنجمينا بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسكان. كلمة البدء كانت من قبل عميد قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي رحب بالحضور مقدرا جهود الباحثين في إعداد الدراسة الخاصة بالعاملات بالمنازل والمتسولات، آملا بأن يكون لها نتائج مثمرة. في حين أن ممثل جامعة أنجمينا أحمد محمد زين جمعة تناول دور الجامعة في مجال البحث العلمي والغرض من الورشة. هدف إجازة الدراسة، هذه الدراسة طبعا أجريت في فترة سابقة فأخذت فترة طويلة جدا، تتعلق به عاملي شهر 40 كما يسمونهم وحياتهم. هذه الدراسة الغرض منها هو علاج المشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة من المجتمع، لأن هذه الفئة فئة مهمة جدا داخل المجتمع، تذهب إلى شهر 40 لتقضي يوم كامل أو أسبوع كامل، وهي بطبيعة الحال فئة داخل المجتمع، إذن لها متطلباتها ولها مشاكل. هذه الدراسة تريد أن تظهر لنا هذه الإشكاليات ونحاول أن نضع لها الحلول. ممثل منظمة الأمم المتحدة للسكان قال بأن منظمته تعمل بجانب الحكومة في دعم المشاريع التي تنمي قدرات الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية. في الكلمة الافتتاحية للمدير العام بوزارة التخطيط وانغار ساجمينا أشاد بذلك البحث الذي يساعد الحكومة في التخطيط السليم بما يخص السكان في تحسين ظروف حياتهم، والذي يشار إليه بأن عمل هذه الورشة سيستمر لمدة 3 أيام يناقش خلالها الأبعاد المختلفة لحالة الدراسة الاجتماعية